شفتك نازلة وحابة تكون ابتسامة مرفوعة، أكيد ما رح نستخدم حقن البوتوكس، رح نعمل تمارين تستهدف العضلات ورح تشوفوا إنه صار في عنا ابتسامة مرفوعة وبدون أي تكاليف. ليتس جو! يسعد أوقاتكم أحبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بتابعني أول مرة معكم لبينا رح يحصل على درجة دكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية بلوج الشيخوخة وجمال السيدة. واليوم موضوع بهم كل السيدات، الابتسامة المرفوعة نحو الأعلى. أكيد رح نعرف أنه في عنا عضلات رح نستهدفها وهي السبب بنجاح التمرين ومدة التمرين مع الترطيب. لاحظوا العضلة النازلة من الفم أو الشفة نحو الأسفل نحو الذقن، وأيضا في عندي عضلة من الفم نحو الخد. رح نستهدف هدول العضلتين حتى نشد الفم نحو الأعلى، وأكيد النتيجة رح تكون بهيدا الشكل الحلو. وهلأ صار وقت تطبيق التمرين بعد الترطيب الجيد للمنطقة، وفهمنا وين العضلة اللي رح نستهدفها. رح نعمل عملية تدليك ومساج لهذه العضلة. التدليك يكون بشكل دائري وبعدم الضغط الكبير، أكيد ما بدنا نشوهها للعضلة، وبنستمر لعشر ثواني فقط. لاحظوا كيف أنا عم هديها، بعد 10 ثواني بننتقل على التمرين الثاني. رح يكون اني هدي انا العضلة واطلع نحو الاعلى. ايضا 10 ثواني نستهدف بالتمرين الثالث العضلة الثانية المربوطة بين الفم والخد. رح يكون تمرين شد لكل المنطقة حتى ما يصير في عندي تجعيد لما عم برفع انا بهذا الشكل، مشان ما يصير عندي تجعيد هون، ومنكسب التمرينين مع بعض. لاحظوا كيف باخر شيء منغرز بالشعر منطبق. لاحظوا النتائج تختلف من شخص الى اخر حسب عمق التجعيدة، الاهتمام بالبشرة والعناية الشخصية، شرب الماء والنظام الغذائي. بوصيكم انكم تهتموا بهذه النقاط. وبنهاية الفيديو بتمنى تكون هالتمارين حبيتوها، وما تنسوني من كومنت حلو ولايك وشير. واي حدا بحب استشارتي بتقدروا تحجزوا استشارة معي لمدة شهر حتى نغير طبيعة البشرة وايضا تغذية علاجية. محبتي، تروني بالفيديو القادم.